هل يجب على المرأة أن تخصص ثيابا خاصة للصلاة أم تصلي بأي ثوب شاءت؟ وهل يجب عليها ستر يدها وقدميها بحضور زوجها؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا يتعين على المرأة أن تخصص ثيابا للصلاة، وإنما المتعين عليها أن تصلي بثياب طاهرة ليس فيها نجاسة، وأن تكون هذه الثياب ساترة أيضا لجميع بدنها. وإن خصصت ثيابا للصلاة لكونها تخشى أن تتلوث ثيابها بشيء من النجاسة، خصوصا إذا كانت تزاول تربية أطفالها، فلا بأس بذلك. وأما ما سألت عنه في هل يجوز أن تكون يدها وقدمها مكشوفين بحضور زوجها وهي تصلي، نقول لا، لا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. يجوز أن تكشف وجهها فقط عند المحارم بما فيهم الزوج، تكشف وجهها في الصلاة عند المحارم، أما ما عدا وجهها فإنه لا يجوز أن تكشفه في الصلاة لا عند المحارم ولا عند غيرهم، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.